أهلا بحضراتكم من جديد لمواصلة فقراتنا في صباح طيبة. حول العمل التطوعي ودور الشباب في العمل التطوعي، يسعدنا أن نستضيف في هذه الفقرة الأستاذة آلاء الله صلاح، رائدة اجتماعية بوحدة التضامن الاجتماعي بوادي كركر. أهلا بك أستاذة آلاء في صباح طيبة. أهلا بحضرتك. يعني بداية آلاء، يعني تعرفينا يعني ما هو العمل التطوعي ودور الشباب في هذا العمل؟ العمل التطوعي ده كل واحد مننا بيخصص جزء من الوقت بتاعه علشان يقدر يساعد بيه الآخرين أو يساعد بيه المجتمع والبيئة المحيطة حواليه. أهم حاجة إن الواحد يكتسب خبرات ويبقى عنده مهارات لازمة يقدر يطلع طاقته فيها، بدل ما الواحد في الأيام اللي احنا فيها دلوقتي ما بيعملوش أي حاجة خالص. أهم حاجة إن احنا ننده كل الشباب اللي حوالينا، الأهالي اللي حوالينا، الناس اللي حوالينا، إزاي يشوفونا بنطلع بنروح مثلا في المسجد هنا بندور على الأطفال اللي يتعلموا القرآن الكريم، بنطلع هنا مثلا في دار المناسبات جات لنا حاجة عايزين نوزعها، عايزين حد من الشباب عندنا أو حد من البنات عندنا يجي يساعد، عندنا مثلا مدرسة عايزين نجمل المكان أو البيئة المحيطة، ننده الناس اللي حوالينا. ما ينفعش إن أنا مثلا أروح أناشد بالعمل التطوعي وأنا أصلا محدش شايف الدور اللي أنا بعمله. مش لازم يكون واصل للناس عشان لازم يعني يكون يشاركوا واصل، فيه. لازم يكون لامس الناس الدور اللي انا بعمله. يعني انا لما انده كل اللي حواليا، لما انده بنتي تعالي شاركيني، تعالي اعملي معايا، تعالي تعاوني، ده هيديها الدافع ان هي تطلع بره تشارك زملائها في المدرسه، ان هي تبتكر او تفكر ان هي ترفع ايديها، يبقى عندها ثقه بالنفس وتتكلم وتخلي كل اللي حواليها يتكلموا معاها. طيب استاذه الا، يعني حضرتك رائده اجتماعيه في التضامن الاجتماعي، يعني دور الرائدة الاجتماعية بقى في العمل التطوعي يعني أكيد له علاقة يعني وثيقة بالتضامن الاجتماعي. رائدة الاجتماعية بالتضامن الاجتماعي بوادي كركر، أي رائدة بتبقى ليها زيارات معينة بتختص على حملات تبع الوزارة على مفهوم معين بنطلع نناقش بيها بعض الأهالي المستهدفة زي ختان الإناث، زواج القاصرات، العنف ضد المرأة، التعليم قوة في أي عمر. بنطلع بره نروح نعمل زيارات وندوات تثقيفية اجتماعية، فتح لي مجال العمل التطوعي، خليني أشارك أكتر في الجمعيات، خليني أشارك في المؤسسات، خلاني أشارك في حاجات كتيرة تفيد كل الناس اللي حواليا. بالنسبة لي عمل تطوعي دوت بصراحة قبل ما يبقى اكتساب فطرة عندنا في البيت، مثلا والدتي على طول كانت من ضمن الناس اللي بيجروا في أعمال التطوعية، كانت بتطلع على طول. أنا فاكرة إن هي كانت خلتني أشارك وأنا عندي 8 سنين في جمعية رسالة في القاهرة، من وانا عمري تقريبا 6 سنين كانت تخلينا نشارك في قصر الثقافه، كانت تحفزنا في موضوع العمل التطوعي من صغرنا. فانا بالنسبه لي العمل التطوعي فطره. يعني الموضوع العمل التطوعي عندك ليه جذور، مش يعني داخل فيه جديد على اساس الدراسه او الوظيفه يعني؟ لا، من والدتي، متبنيه من البدايه يعني. من البدايه بصراحه، من والدتي ربنا يديها الصحه والعافيه، وهي ما زالت مكمله. يعني هي دلوقتي بتكمل فيه، وتقريبا خلتنا كلنا نفس الطريقه ديت. دخلت في بقيت رائده، موضوع رائده فتح لي مجالات كتيره، بقيت اساعد في الوحده الصحيه، بقيت اساعد في الوحده المحليه، بقيت اساعد في بعض الجمعيات، بقيت اساعد في مؤسسات، بقيت كمان ادخل في تنظيم بعض المنظمات الدوليه، فتح لي مجالات كتيره. نعم. بمناسبه الحديث بقى مشاركه مع المؤسسات الاخرى، يعني ايه ابرز واهم البرامج التطوعيه اللي شاركتوا فيها يعني بالتضامن او يعني مشاركه مع المؤسسات الاخرى سواء محليه او دوليه الفتره الاخيره؟ يعني في الفتره الاخيره احنا بناخد الوزاره بتبعت لنا مثقفين متدربات يدربونا على، بناخد توعيه معينه او دوره تدريبيه عن حاجه معينه، زي مثلا برنامج وعي 2 كفاية، ده بيخلينا نطلع بره علشان نثقف الاهالي في عادات وتقاليد خاطئه بنحاول نصححها في المجتمع. هي الكتر الخلفه يعني عزوه والكلام اللي بيقال في هذا المجال يعني. زي ختان الاناث وزواج القاصرات والتعليم قوه في اي عمر. شاركت قبل كده تبع الوحده المحليه ان احنا نعمل حاجه عن محو الاميه، نعمل فصول في كركر، وكنا عملناها وجبنا زميله لينا كانت تدرس لهم، والموضوع كان نجح ومشي في كركر.
يمكن يعني أبرز البرامج التطوعية أو المؤسسات المشاركة في الأعمال التطوعية يبرز في الفترة الحالية اللي هو حياة كريمة. يعني إيه تفاعلكم مع هذا البرنامج يعني؟ في حياة أو كريمة، المبادرة؟ في مبادرة حياة كريمة تقريبا بقالي فيها 3 سنين بشارك معاهم في الفعاليات بتاعتهم، وماسكة الحصر اللي يخص أهالي وادي كركر كلها بقالي 3 سنين على التوالي أو 4 سنين على التوالي، أنا اللي ماسكة التنظيم بتاعه في كركر. ايه المشروعات اللي عملتوها في داخل القريه اللي هي المشروعات بالنسبه لايه؟ البنيه لحياه كريمه التحتيه لسه. والحياه الحياه كريمة. او لا الحياه الحركيه او بالنسبه المشروعات لكركر التطوعيه عامه، الخاصه يعني. في هناك جمعيه تنميه المجتمع بوادي كركر ماسكه مشروع مشغل الفتيات السيدات، وكمان عاملين فتره تانية لاخواتنا الاشقاء السودانيين في كركر. غير المشروع بتاع المشغل، في كمان بتكون من الاعمال التطوعيه الخيريه لقائمه على المكان. يعني نتكلم عن أهمية العمل التطوعي، يعني إيه الأهمية أو إيه اللي بنطلع بيه من المشاركة في الأعمال التطوعية غير إن إحنا بندي برامج مثلا وبنشوف نتائج، إيه اللي بيعود على الشخص نفسه المشارك في العمل التطوعي؟ أول حاجة التعاون، التعاون والمشاركة، يعني أهميتها إن يبقى في تواصل متبادل بين أفراد، اكتساب خبرات جديدة، اكتساب مهارات جديدة، بقى في تواصل اجتماعي بين البيئة المحيطة والمجتمع وبقية الأفراد، في تجديد في العلاقة، إن النهاردة أنا اتعرفت على ناس من هنا، اتعرفت على ناس من منطقة أخرى، بقى ليا معارف في محافظة تانية. اكتساب المعارف المتغيرة أول بأول، مهارات وخبرات وكده. المهارات والخبرات. وكمان في حاجة مهمة للشباب اللي بيدوروا على الوظيفة، موضوع العمل التطوعي دوت، ده حاجة كويسة جدا ان هو يدخل فيها، لان بيحفزه وبيخليه يبقى ازاي عنده تعاون ومشاركة اكتر، وبيخليه يكتسب قدرات اصلا مش موجودة عنده، لان في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي الوظائف الجديدة بتبقى عايزة مهارة معينة او بيبقوا طالبين حاجه معينه، طول ما الشاب قاعد في البيت ما بيطلعش في اي حته، مش هيعرف يكتسب القدره ديت الا لما يطلع بره، يعني بيفتح له مجالات بيفتح عمل، له مجالات وظائف، ده المردود على الشاب اللي هيشارك في العمل التطوعي، ان اللي يفتح له هيشارك في العمل يعني عن التطوعي. طريق التعارف بالاخرين ايه متطلبات سوق العمل كده يعني. تمام. ايوه طبعا. وفي طبعا في كمان مجالات كتيره من التطوع، زي التطوع الالكتروني، ممكن يكون هو اصلا مش في المكان بتاع التطوع، لكن ممكن مثلا يساعد عن طريق، ممكن يكون مثلا هو في مكان تاني بس عنده القدره ان هو يشارك عن طريق الانترنت، يبعت لهم اي حاجه، يرسل لهم بسرعه اي حاجه، ينجز لهم اي عمل، وعادي ما يكونش مشارك معاهم، دي برضو حاجه كويسه تخليه يتعلم القدرات ويكتسب مهارات اكتر. في يعني تطوع برضو زي مثلا تطوع الحوكمة، زي ان هو يدخل يشارك في اي مؤسسة او يدخل في الجمعيات، ان هو يبقى رئيس مجلس ادارة او عضو مجلس ادارة او عضو فعال في هيئة معينة او منظمة معينة. يعني من خلال هذا العمل بيكون في مشاركه، احنا دايما بنقول يعني ندعو الشباب للعمل التطوعي، احنا مش عايزين نحدد ان الشباب فقط اللي هم يشاركوا، زي ما حضرتك ذكرت ان والدتك هي اللي علمتك العمل التطوعي وانت صغيره وما زالت حتى الان، يعني الصغار والكبار كله يشارك في العمل التطوعي، هيكون الفائده على الجميع في النهايه يعني. مظبوط. كنت عايزه اذكر حاجه، انا بنتي عمرها 11 سنه، جميل. لما بيبقى في حاجه هتكلم مثلا فيها بحب ان هي تشارك معايا، سواء مثلا لو الحاجه دي تخص شغلي، مثلا ندوه او زياره او حاجه هطلع بيها بره مكاني، باخد بنتي وبتتكلم معايا، بتشارك معايا. تواصل الاجيال يعني بقى. تواصل بالاضافه لان كله يشارك، مش محدد بسن معين العمل التطوعي، لا بالعكس، اطفال مش محدد. انا شباب بفرح جدا كبار. لما بلاقي ناس كبار في السن بيشاركوا في هيئات كتيره، نوع من تمام. انواع العمل التطوعي، مفيش ولا اجر، وهم عارفين ان مفيش اجر، رغم ان كل واحد محتفظ بوظيفته، الا ان هو عنده من جوه دافع ان هو عايز يوصل رساله للناس، وده يكون يعني حاجه افضل شيء حاجه لقضاء كويسه. وقت الفراغ بدل ما يكون يقضيه في شيء غير مفيد، يعني يفيد المجتمع ويفيد نفسه في نفس الوقت. ايوه مظبوط جدا. طب يعني يمكن العمل التطوعي زي ما حضرتك ذكرت انه في من خارج المحافظه بتشاركوا ناس من خارج المحافظه على مستوى محلي وعلى مستوى دولي كمان، يعني ده بيدي ان ممكن مش العمل التطوعي يكون في منطقتي فقط، ممكن يمتد للمناطق اللي حوالينا على مستوى المحافظه او على مستوى الجمهوريه. مظبوط. في دلوقتي عندنا دلوقتي كركر مستهدفة، فيها أكبر مكان عدد من السودانيين،
عندنا دلوقتي تقريبا منظمات دولية داعمة ليهم، داخلين عن طريق الجمعية اللي أنا بشارك فيها المتطوعة فيها. المنظمات دي أنا ماسكة التنظيم بتاعتها أو الحصر لفئات معينة اللي هم مستهدفينها، فطبعا خلاني أكتسب مهارات جديدة، خبرات جديدة، معارف جديدة. معارف جديدة، فموضوع كويس يعني. طيب احنا نتكلم بقى عن طموحاتك في المستقبل واللي بتخططي له في المستقبل في مجال العمل التطوعي او في مجال العمل الاجتماعي عموما. في مجال العمل التطوعي نفسي الشباب يقوموا يعني، ما يقعدوش في بيتهم، نفسي اعرفوا يعني لازم يطلعوا، لازم يخرجوا، بياخدوا وقتهم ازاي يعني؟ لازم يخرجوا يدوروا على اي مكان قريب منهم زي الجمعيات. مش لازم الجمعية تكون قريبة من البيت، لا، لازم يسعى يطلع يدور. لو ما فيش حاجة قريبة من البيت ممكن يطلع بره في المكان اللي جنبه، في المنطقة اللي جنبه، ما فيش مشكلة ان هو يشارك في اي حاجة. دلوقتي بقت في لينكات سهلة جدا ان انت تشارك في اي مكان او في اي محافظة، وده هيعلمه حاجات كتيرة، هيخليه يكتسب حاجات كتيرة. وعلى على المستوى الاجتماعي هي على وزارة المستوى الاجتماعي، النظام ده الاجتماعي على المستوى الاجتماعي او الشخص ده هينفعه جدا في ان هو يحقق ذاته، يبقى عنده ثقة بالنفس كافية تخليه يعرف يتعامل مع الاجيال القادمة، ويعرف يطلع اجيال كويسة. أستاذة آلاء الله صلاح، بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح طيبة وعلى هذه المعلومات وعلى الأعمال اللي بتقوموا بيها، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق دائما في ما تقومون به من أعمال تطوعية واجتماعية. شكرا شكرا جزيلا. جدا لحضرتك. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر للأستاذة آلاء الله صلاح الرائدة الاجتماعية بوحدة التضامن الاجتماعي بوادي كركر، وشكرا لحضراتكم وللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة مع صباح طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.